أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نظم بعضهم معنى لا إله إلا الله بقوله: فافهم معنى بأن لا تعبد إلا الإله الحق فاعبد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نظم بعضهم معنى لا إله إلا الله بقوله: فافهم معنى بأن لا تعبد إلا الإله الحق فاعبد، فهل هذا صحيح؟ أدري والله. نعم.